بين الكرام، هذه الأجواء في طريق ولاد زيان، الشارع كله مزين بالأعلام، الأعلام المغربية ترفرف في السماء عاليا، ورجال الأمن في كل مكان. أعلام المغربية فرحة بالزيارة الملكية الميمونة لصاحب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله لمدينة الدار البيضاء. صاحب جلالة الملك، ملك الفقراء، ملك الإنسان، الذي يجوب شوارع المدينة وسط أبناء شعبه. هذه الليالي المباركة الميمونة، المواطنين البيضاويين فرحين بالزيارة الملكية. أي مواطن بيضاوي ينتظر بلهفة